ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. كما أن الله عز وجل شرع للحجاج الهدي فقد شرع لغيرهم الأضاحي، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. بالأضحية نقتدي بأبينا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذبح فلذة كبده، فصدق الرؤيا ولبى الأمر وتله للجبين، فناداه الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، يا ربي أنت وصلتهم صلني بهم، فبحقكم يا ربي فك قيادي. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فاستبقوا الخيرات، ومع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد محمد البديوي المري، أستاذ كلية الشريعة بجامعة قطر. واليوم راح نتكلم إن شاء الله عن موضوع العقيقة والهدي والأضاحي بما تيسر من الوقت إن شاء الله، وربما نختمها بالكلام بشيء عن موضوع ليلة القدر ومناسبتها يعني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو ناصر، حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام. اليوم ولاء ما شاء الله، كله يعني هدي وأضحية وعقيقة. في الحقيقة وش الحكمة من أساسا يعني الذبح من الأساس؟ شو الحكمة الواحد يعني هذا يعتبر قربة من قربات الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإنسان عنده أنواع من القربات، عنده الصلاة وعنده الزكاة وعنده الحج. الله سبحانه وتعالى نوع هذه العبادات حتى الإنسان يكثر منها ويسهل عليه التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأنواع كلها، ومن ضمنها الذبح. والذبح من القربات، الإنسان يقدم لربه سبحانه وتعالى قربة، ومنها ذبح يعني الأضحية والهدي والفدي وكذلك العقيقة. وفي هذا الذبح خصوصا مثلا في الأضحية فيها اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه الله سبحانه وتعالى فدى ولده إسماعيل بذبح عظيم. ومنها أيضا استذكار يعني هذه التضحية، لذلك سميت أضحية. نعم. الأضحية هي التي تذبح في الضحى، في وقت الضحى. وقت الضحى فسميت، والأصح فيها أن يقال أضحية بتشديد الياء. أضحية يعني تتبعت وعجزت وأنا أتتبع في الحقيقة أقوال العلماء، فما وجدت من خفف الياء إلا نوادر، واحد اثنين، والبقية يقولون أضحية. أضحية أو إضحية بالكسر، وضحية أيضا يقولون، وأضحات، أربع لغات. لكن وجدت من قال أضحية بالتخفيف، وهو المعروف عندنا الدارج على ألسنتنا. صحيح. لكن الأفصح أضحية، ولذلك لما قال ابن حجر أضحية بالفتح بالتخفيف رد عليه أحد العلماء وقال لابد، أظن ملا علي قاري قال لابد على الحافظ أن يأتي بدليل على هذا أو نقل، يعني أنه لم يجده. صحيح. لكن هناك من السرقسي أظنه قال بتخفيف الياء أيضا، وهو قديم. نرجع إلى الأضحية، قلنا أنها والأضحية أنها اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستحضار لما
حصل من تضحية إبراهيم وولده حيث سلم نفسه، هذا سلم ولده وهذا سلم نفسه لله سبحانه وتعالى. إني أرى أني في المنام أني أذبحك، قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تقدر ستجد. يعني من ممكن يفعل هذا إلا خليل الله وابن خليل الله. فالله يذكرنا بهذه الأضحية بأنها فداء للنفس. الأضحية أصلا هي شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الحياة إلى هذا الوقت. يعني كلما جاء يوم النحر فالإنسان يشكر الله على نعمة الحياة، ولذلك هي اتفق العلماء على أنها تكون للحي، وأما الميت ففيه اختلاف. الأضحية عن الميت، وسيأتي ربما يأتينا الكلام عنها. قلنا شكرا لله، وكذلك توسعة للأهل والجيران وإكرام للضيف وصدقة يعني الفقراء، ولذلك يقول في قسمتها ثم ثلاثا تكون القسمة أكل تصدق كذا هدية، فتأكل منها وتوسع على أهلك وتهدي على جيرانك وتتصدق على الفقراء. وهكذا بالنسبة للهدي، الهدي تهديه للحرم، لكن الفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي لا يكون إلا لأهل الحرم لفقراء الحرم، وأنت تأكل منه وممكن يأكل منه يعني أصحابك، لكن ينبغي عليك أن تتصدق من هذا الهدي لأهل الحرم. يعني لا يصلح أن تأكله كله لأنه مهدى إلى الحرم. وهكذا الفدي، لكن الفدي لا يجوز لك الأكل منه، الهدي يجوز الأكل منه، والفدي الذي يأتي بسبب الإخلال بواجب أو بسبب الإخلال بمحظور من المحظورات هذا لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه شيئا، بل يعطيه فقراء الحرم يوزعه عليهم. عندنا العقيقة، والعقيقة هي تعق عن الغلام أو عن الجارية، وهي يعني شكرا لله سبحانه وتعالى على سلامته وعلى ولذلك يقولون في حكمه، وهذا يعني فيه اختلاف، تقول عائشة أنها لا تكسر عظام العقيقة وإنما تنتزع جدولا بمعنى من المفاصل تفاؤلا بسلامته. الله قال اللهم صل على سيدنا، ولا يكسر ولا لا تكسر العظام، لا يكسر العظم وجدلا ينتزع، ولا عتيرة تسن أو فرع. والعتيرة هذا نوع من الولائم كما ذكرت أنت، والولائم 11 وليمة، خلي تعرف عليها. يذكر العلماء في ذلك 11 وليمة جمعها أحدهم في قوله إن الولائم 10 مع واحد من عدها قد عز في أقرانه، فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل عند فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل والإعذار عند ختانه. إذن عندنا الخرس عند الولادة والنفاس هذا وليمة، وعندنا العقيقة للطفل، وعندنا الإعذار عند الختان أيضا، والإعذار عند ختانه. ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه. وليمة الحذاق هذا إذا حذق وصار يتكلم بفصاحة ويقرأ شيئا من القرآن عملوا هذه. قال ثم الملاك لعقده ووليمة في عرسه فاحرص على إعلانه، وكذاك مأدبة بلا سبب يرى ووكيرة لبنائه لمكانه. الواحد ابن بيت عنده شيء يسمونه وكيرة من الوكر. ونقيعة لقدومه، لقدوم المسافر، ونقيعة لقدومه ووظيمة لمصيبة، كهذا قدم وهذا ذهب. ونقيعة لقدومه ووظيمة لمصيبة وتكون من جيرانه، يعني الذي يعدها هم الجيران وليس هو. ولأول الشهر الأصم عتيرة بذبيحة جاءت لرفعة شأنه. الشهر الأصم الذي هو رجب، في العشر الأوائل من رجب هناك شيء يسمى العتيرة، كان قديما هذا في الجاهلية كانوا يفعلونه تقربا للأصنام، فلما جاء الإسلام تقرب به الصحابة لله سبحانه وتعالى يعني شكرا لسلامة الإنسان الذي بلغ إلى هذا الوقت. لكنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتيرة ولا فرع، يعني لا تسن
وليس معناه أنها يعني لا تجوز، بل العلماء الجمهور أو كلهم يعني يطبقون على جوازها دون استحبابها. جوازها فقط. والفرع أيضا ذبيحة تذبح وهي أول نتاج البهيمة، بهيمة الأنعام. يعني إذا عندنا مثلا شاه أول نتاج لها يذبحونه، يعني يذبحونه بعد أن يكبر. يقولون الفرع، وهذا يعني شكرا لله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يبارك فيها. فهذا ما أجازه أيضا العلماء وإن كان ليس بسنة. خلينا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا ضحى شيخنا من خلال الحديث الذي سنستعرضه الآن، الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه، يعني على الرقبة. ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام أملحين أقرنين. أملحين يعني أبيضين أو فيهما يخالطهما شيء من السواد. أقرنين لهما قرون. وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام يسمي على ذبيحته، على أضحيته، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم عن هذا تقبله عن محمد وآل محمد وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مواصفات للأضحية شيخنا. صحيح، خلنا نبدأ من البداية حتى ما أنسى. نحاول أن نستذكر من نظم يقول: لفضل فيها حسب ترتيب يؤمل إبل ثم بقر ثم غنم. الأفضل في الأضاحي وفي الهدايا الهدي حسب الترتيب هذه الإبل ثم البقر ثم الغنم. لماذا الإبل مقدمة على الغنم مع أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين؟ لأنها أعظم طعاما وأكثر اتساعا على الناس. لفضل فيها حسب ترتيب يؤمل إبل ثم بقر ثم غنم، لكن ما دون الثني لا يجزي من إبل أو بقر أو معزي. يعني ما دون الثني، الثني هو سن معينة، ما دونها في الإبل أو في البقر أو في المعزي لا يجزئ في الأضحية ولا يجزئ في الهدي. طيب ما هو هذا السن؟ قال: وهو على الترتيب ذو أعوام خمسة أو عامين أو ذو عامي. فالإبل الثني منها خمسة أعوام، البقر الثني منها عامين، المعز الثني منها سنة، سنة وفوق، سنة وفوق. ثم قال: والضان منها جذع قد أجزى وسنه نصف ثني المعزة. الشاة الضان، هناك المعز لا بد من سنة، الثني لا تجزئ أقل من الثنية. وأما في الضان فيمكن أن يجزئ ما أتم ستة أشهر وهو الجذع، وفوقه أيضا يجزئ. ثم قال: والشاة تجزي واحدا وسبعة أجزاء سواها فهي ساوت سبعة. إذن الشاه والعنز تجزي عن شخص واحد، شخص واحد، سواء في الهدي أو في الأضاحي. في الأضاحي يعني عن شخص وأهل بيته، ولا تجزي عن شخصين وأهل بيتيهما إذا قلنا بوجوبها. طبعا الحكم حكم الأضحية كما سيأتينا أنها مسنونة، سنة مؤكدة، وإن كان هناك خلاف. الجمهور يقولون سنة مؤكدة، وأبو حنيفة رحمة الله عليه يقول بأنها واجبة. قال: والشاة والضان منها جذع قد أجزى وسنه نصف ثني المعزى، فالشاة أجزت واحدا وسبعة أجزاء سواها فهي ساوت سبعة. ما أجزأت عوراء أو عجفاء، عوراء أو هتماء أو جداء، ولا مريضة ولا عظباء، وتجزئ البتراء والذماء والجماء. ما أجزأت عوراء، العوراء التي عورها بين لا تجزئ، يعني الممسوحة العين. ما أجزأت عوراء أو عجفاء، والعجفاء هي الضعيفة جدا الذي ليس لها مخ، يعني عظام، جلد على عظام، هذه لا تجزئ. ما أجزأت عوراء أو عجفاء، عرجاء أيضا لا تجزئ العرجاء، عرجاء أو هتماء مكسورة الثنية، الثنايا إذا كسرت الثنايا لا تجزئ، أو هتماء أو جداء، والجداء هي الذي نشف ضرعها أيضا لا تجزئ، ولا مريضة، المريضة لا تجزئ،
ولا عجفاء. العجفاء هي، نحن قلنا في البداية ذكرنا العجفاء، قلنا ما أجزأت عوراء أيوة أو عجفاء. نعم العجفاء هي المريضة، هي الضعيفة ضعيفة. وأما المريضة أيضا لا تجزئ، ولا العظباء، العظباء مقطوعة الأذن أو مقطوعة الأنف، ولا عظباء. وتجزئ البتراء والجماء، البتراء مقطوعة الذيل، هذا تجزئ عند الحنابلة. طبعا الجمهور ما يجزئ، ما تجزئ عندهم البتراء، أيضا لا تجزئ عند الجمهور، يقولون ناقصة. ولا الجماء، وتجزئ البتراء والجماء، الجماء تجزئ عند الجميع فيما أظن. الجماء هي التي لا قرون لها خلقة، خلقة من الأساس، خلقة ليس لها قرون، هذه تجزئ، مع أن التي له الذي له قرون أفضل أفضل. ثم بعد ذلك قال يذكر كيفية الذبح، قال في الإبل السنة عقل اليسرى قائمة على يد ونحرة. الإبل طريقة نحرها أن تكون قائمة على ثلاثة أيدي أرجل، على يد ورجلين، وتكون اليسرى معقولة. في الإبل السنة عقل اليسرى قائمة على يد ونحرة، وتنحر نحر ولا تذبح، يعني هذا هو السنة. قال والنحر ضرب، والنحر طعن حربة في الوهدة. الوهدة هي النقرة هذه التي بين ملتق آخر العنق والصدر، هناك مكان يطعن فيه أو تطعن فيه الإبل. والنحر طعن حربة في الوهدة وغيرها يذبح، وغير الإبل يذبح. والذبح معروف، وهو يعني بي 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 بالسكين يمرر على رقبة الشاة أو غيرها، وغيرها يذبح. والعكس أتي، والعكس أتي معناه أنه يمكن أن تنحر غير الإبل وتذبح الإبل، يعني كلها جائز، لكن السنة هكذا. والعكس أتي مسميا مكبرا إذا نسك قائلا اللهم ذا منك ولك، يسمي ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك، عن آل سعيد وسعيد وآل سعيد مثلا، أو عقيل وآل عقيل. قال بنفسه، يعني يذبحها بنفسه. ترى سهلة، أنا جربت، أنا كنت خايف أول شيء، بس واحد مع القصاب هذه، لا لا لا, لا, لا ترى ما هي بسهلة، معناها طيبة. لا أنا مرة لا لا قلنا سهل، لا تجيب القصاب وياك، أما بروحك لا، وأنت قاعد توهق. سلمك الله، أنا مرة من المرات يعني إحنا يوم حنا صغار وإن شاء الله شباب وكذا، إحنا اللي نذبح عند شيباننا ونذبح بسرعة، وخصوصا إذا كان السكين يعني قوي. وأنا اشتريت لي مرة سكين من قصاب، كان سكين عجيب، كنت أسبق الشباب اللي الآخرين. حلو. لكن عقب ما كبرت هالأيام، قبل يمكن عيد ولا عيدين، قلت أنا بقى أطبق السنة، ما يصير أذبح عند الجزار، يعني عندنا في قطر يعني. جبت لي خروف وجبت لي شبك وحبسته فيه في البيت، خليت العيال يشوفون ومستانسين. وش ما أدري، أظنها اثنين، جبت اثنين. ازاي؟ المهم ان جاء الذبح، قمت علقته، ذبحته هم يشوفون، لكني تعبت يوم علقته وجيت اسلخ، ما كنت اخلص، جلست لي ساعه كامله وانا على خروف واحد. لا لا اقصد بعدين اتصلت على اخوي، قلت تعال تعال جلد ثاني ود المكسوه. لا الصلخ هاي لا يبا ما نعرف فيه، بس على الاقل الذبح واحد. الذبح ممكن، لذلك اقول بنفسه. ايه؟ يذبحه. ايه؟ بنفسه او مسلما قد وكل، ممكن يوكل مسلم. المسلم لازم، مسلم لا يجوز ان توكل غير مسلم. بذبح بنفسه او مسلما قد وكل يذبحه، يشهده في العيد من بعد الصلاه. يشهد الذبح إذا لم يذبح بنفسه من بعد الصلاة، يعني يبدأ الذبح من بعد صلاة العيد لا قبل الصلاة، لأن قبل الصلاة ليست أضحية وإنما لحما. من الذي وبعده وبعد الصلاة، بعد ذلك اليوم العيد، وبعده يومان والليل اجتنب، فإن يفت قضى الذي فإن يفت قضى الذي منه وجب. يعني أنه أيضا هناك يومان، يعني يوم العيد واليوم الذي بعده واليوم الذي بعده، اللي هو اليومان الأولان من أيام التشريق، هذا عند الجمهور. والشافعية يزيدون اليوم الرابع، ورجحه بعض العلماء المعاصرين الكبار. موضوع أن أخذ من شيء من شعري أو لا، والموضوع هذا اللي بجيبها لك. إيه؟ بجيبها لك. بعدين قال فيه كلام عن التعيين وكذا، يعني لو اشترى أضحية، قال بالقول لا بنية تعين وجاز نقل ملكه لأحسن. إذا شرى الأضحية وجاء وحطها في البيت، عينها، معنى هذه أضحية، فهل تتعين بهذا الفعل ولا لازم يقول هذه أضحية؟
فإن قال هذه أضحية باتفاق أنها تعينت أصبحت لا يجوز أن تستبدلها ولا أن تبيعها. والحنابلة جوزوا استبدالها بأحسن، قال بالقول لا بنية تعينة وجاز نقل ملكه لأحسن، يجوز يعني تبديلها بأحسن، وأما البيع فلا يجوز. ثم قال لا تعطي منها جازرا ولا تبيع جلدا ولا شيئا ولكن انتفع. إذا جبت جزار فلا تعطيه منها أجرة، هذا عندنا سؤال الظاهر خربنا عليهم، خربت عليهم ما في مشكلة زي. يعني مثلا لا تعطيه كتفها كأجرة له لا يجوز أن تعطي منها أجرة، يعني خلى الأجرة تكون مختصة أخرى ممكن تتصدق عليه. ثم قال ويجزئ الذبح لما تعين إلا الذي في ذمة، ويجزئ الذبح لما قد وجب إلا الذي في ذمة قد وجب. الظاهر هذا هو البيت. إيش معنى كلامه؟ يقول الذبح لما تعيب، عندنا المعيب لا نشتري، لكن افرض اشتريها سليمة وعندك وانت حابسها تعيبت، انفقعت عينها ولا صار لها عيب من العيوب التي ترد الأضحية. وقال ويجزئ الذبح إذا تعيب إلا الذي في ذمة قد وجب. إذا تعيب هذا وهو عندك يجوز فيه يجوز ذبحه ويجزئ، إلا إذا كان واجبا. إيش معنى واجب؟ إذا كان مثلا هدي تمتع وتعيب عليك أن تأتي بغيره، إذا كان فدي عن محظور عليك أن تأتي بغيره، إذا كان أضحية منذورة نذرت أن يكون عليك أضحية فهذه صارت واجبة، فالواجب لا بد أن تستبدله. وأما الغير واجب التطوع مثل الأضاحي الآن سنة مؤكدة، فلو تعيبت عندك لا إشكال في ذلك. قال اللهم إيش سؤالك عن 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 في شروط معينة اللي يبي يضحي؟ نعم نعم صحيح. أو من وذبحها المضحي هذا وذبحها أو الأضحية التي بلا نذر تسن وذبحها أفضل من بذل الثمن، يعني هل ذبح الأضحية أحسن أو تعطي ثمنها الفقراء؟ يقول العلماء أن ذبحها أفضل من إعطائها للفقراء. أو إذا ممكن تسوي أضحية في عن طريق الجمعيات الخيرية؟ لا هذا ما في إشكالية، هذا توكيل أو مسلم قد وكل أو وكلت مسلما. جميل. بالنسبة للعشر وهي قال ومن له أضحية في العشر يحرم أخذ شعره والظفر، هذا مذهب الحنابلة أنه يحرم أخذ الشعر والظفر، لكن جمهور العلماء على أنه لا يحرم وإنما يكره. يكره من أهل العلم من كرهه. نعم. قالوا وإنما يعني هذا الحديث قال من أراد أضحية من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا، يعني هذا من باب الاستحباب، لأن عائشة كانت تقول كنت أفتل قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها إلى الحرم ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجنب مما يتجنبه المحرم شيء، ومن ذلك الأظهار ومن ذلك الشعر. قبل ما ناخذ فقالوا أن حديث عائشة هذا صارف لذلك الحديث إلى الاستحباب لا الوجوب. من الشخص الذي يضحي؟ يكون رب بيت لازم يكون ولا وشو؟ هناك شروط في صاحب الأضحية. أولا أن يكون مالكا للأضحية، أن يكون قادرا عليها، أن يكون يعني كل إنسان يقدر يضحي ترى تطوعا، لكن الذي تلزمه سنية الأضحية أو الوجوب على القول بالوجوب هو رب البيت المتأهل. فإذا كان عندك أهل وكنت أو حتى كنت عزبا، مش لازم يكون عندك أهل، لو كنت عزبا لكن نفقتك مستقل بها أنت الذي تنفق على نفسك لكونك موظف يسن في حقك الأضحية. وإنما تشمل الأضحية أضحية الوالد تشمل أضحية غيره لمن هو عائش في كنف والده ويعني ينفق والده عليه ونفقته عليه وليس مستقلا بنفسه، فإذا استقل ولو لم يكن متزوجا ولو كان عازما فيسن في حقه الأضحية. كثيرا ما يسأل الناس يلزمني كذا إذا كنت أنا عايش في مع والدي في ملحق وكذا، يسألون إذا كان مستقلا بنفقته بأهله أو بنفسه حتى لو لم يكن أهل يسن ويشرع له الأضحية وليست واجبة. ومن الأدلة على عدم وجوبها عند الجمهور أن النبي قال في هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أم سلمة في صحيح مسلم من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي، فقوله وأراد أن يضحي يجوز له معناه أنه لا يضحي. لا. وكان أبو بكر وعمر لا يضحيان سنين، يعني في بعض السنين لا يضحيان
خوفا من أن يرى الناس أنها واجبة، يعني حتى يرى الناس أنها ليست بواجبة، وإن كان الأضحية مهمة جدا وشعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك قدمها بعض أهل العلم، أقول قدموها على ولا ناس ولا السؤال موجود عندنا، خليه راح نأخذه بعد الفاصل. نعم. بس أهم شيء لا يلتبس عليكم الأمر، ترى هالموضوع في عيد الأضحى مش عيد الفطر، أخاف بعضهم ينظر لها. هنتكلم عن الحج، التوقيت غير، والحج ربط العلماء به هذه الذبائح. نعم. الهدايا والأضاحي وحتى العقيقة، العقيقة يأتون بها في فصل بعد الأضحية مباشرة. جميل، خلنا إن شاء الله التفاصيل، نتعرف على التفاصيل أخرى بالنسبة للهدي وللعقيقة وأمور أخرى إن شاء الله بعد هذا الفاصل. حياكم الله أيها الأحبة. شيخنا تكلمنا عن الأضحية، نتكلم أيضا عن العقيقة ما دمنا في نفس المتحدة. العقيقة احنا تكلمنا أشرنا إليها إشارة. قال عن الغلام ذبح شاتين وعن جارية شات عقيقة يسن. يسن أن يذبح عن الغلام شاتين ويجوز واحدة. ويجوز واحدة. نعم. وعن الجارية شاه. ويجوز أن تذبح بدنة أيضا. بس بدنة كاملة يعني ناقة، ناقة. أو بقرة عن الغلام، لكن لا يجوز الاشتراك فيها. يعني البدن بالنسبة للعقيق، للعقيقة، ولذلك يقول والشرك لا يجزئ في العقيقة وما عدا ذلك كالأضحية. العقيقة نفس الأضحية في السن وفي العيوب لكن الشرك بمعنى الاشتراك في الأضحية يجوز الاشتراك، وفي الهدي يجوز الاشتراك. سبعة في كل بدنة. سبعة في كل بدنة. في البدنة بالنسبة للهدي يشتركون فيها سبعة. سبعة. والبقرة نفس الشيء. سبعة. سبعة. في الأضاحي يمكن أن يشترك سبع عوائل، سبع أشخاص. جميل. نعم، هذا في الأضحية. أما في العقيقة لا. وأما في العقيقة فالبدنة لواحد أو لبنت، لا يجوز الاشتراك في العقيقة، والشرك لا يجزئ في العقيقة وما عدا ذلك كالأضحية. توقيتها؟ توقيتها يعني عند الجمهور اليوم السابع. قال والوقت سابع، اللهم صل على وقتها السابع حيث لا فسابع تلا فسابع تلا، يعني السابع الأول في اليوم السابع، ويحسب يوم الولادة. يعني إذا ولد في نهار مثلا السبت في النهار فتحسب السبت الأحد يصير الجمعة، وإذا ولد الجمعة تحسب الجمعة. هذا عند الجمهور. وعند المالكية أنهم لا يحسبون اليوم إلا إذا كان قبل الفجر، فإن ولد قبل الفجر حسبوا ذلك اليوم وإلا لم يحسبوه. لكن الذي عليه الجمهور أنه إذا ولد يوم السبت في النهار سواء كان ظهرا أو عصرا أو ضحى يحسب ذلك اليوم. وأما إذا ولد في الليل فلا يحسب الليل، وإنما يحسب اليوم الذي بعده. فليلة الجمعة مثلا هي كيوم الجمعة، كأنه ولد يوم الجمعة، فتحسب يوم الجمعة إلى أن يأتي آخر الأيام. أسبوع، أسبوع هناك إذا فات هذا الأسبوع، وهذا باتفاق العلماء أنه يسن في هذا الأسبوع، وقد يجوز قبله، يعني إذا أوقع الذبح قبله أجزى، ولكنه خالف السنة، يعني السنة في اليوم السابع. وإن فات هذا اليوم فالحنابلة يستحبون اليوم الرابع عشر، ثم يستحبون اليوم الواحد والعشرين، والجمهور يكرهون التأخر عن السابع. لكن يجوز ان انا اذا تأخرت عن 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 21 الى شهر شهرين مثلا، ايضا هذا فيه اختلاف. هل تعتبر هل ينقطع بالبلوغ اذا بلغ الغلام او الطفل؟ هل يعق عنه والده او لا يعق؟ منهم من قال انه خرج وقته وانتهى، ومنهم من قال لا يعق هو عن نفسه او يعق والده عنه، يعني فيها خلاف. لكن تأخيره ما ينبغي. لكن لو قلنا أنها أخرة ما يعرف الحكم،
وصاروا أولاده كبار، وهذا قد يوجد ترى في كثير من الناس ما يعلمون هذه السنة، فعليه أن يعق عنهم، يذبح ذبيحة عقيقة عن هؤلاء، وليس فيها يعني هي نفس الأضحية، يعني يهدي منها أو يجمع الناس عليها أو يتصدق بها، ولذلك يقول وليس في مصرفها من حدي فكل وأطعم إن تشاء وأهدي، إما كل أو أطعم أو أهدي، وهكذا الأضحية يجوز ادخارها، وأما الهدي فعليه أن يطعم منها. هل هناك وليمة معينة للحاج قبل بعد أن يرجع من حجه؟ قلناها لك، هذا النقيعة. النقيعة، النقيعة ذكرناها في ضمن الولاية من 11، وهي للحاج وغير الحاج، لمن قدم من سفر يذبح له من باب الإكرام، وليست هذه الذبيحة ليست قربة، وإنما هي مجرد إكرام، ويؤجر إن شاء الله الإنسان عليها بحسب نيته، لكن الهدي والأضحية هذه قربات، يعني بالنية، يعني إذا لم ينويها عند الذبح أنها أضحية لم تقع أضحية. زين، أنا إذا نذرت، قلت إذا جاني ولد مثلا أو إذا ربحت الصفقة الفلانية أنا بذبح ذبيحة، هذا معروف، هذا هي قربة تعتبر، هذه هذا النذر يجب الوفاء به. هو نذر تقربا، يريد التقرب ويجب الوفاء به، وإن كان بعضه مكروه، إذا كان إن حصل لي كذا سأفعل كذا، هذا يكره هذا الشيء، أنك تعلق النذر على حصول شيء، هذا من النذر المكروه، لكن يجب الوفاء به. عندنا أنت الحين دخلتنا في النذر ترى، هذا باب اسمه الأيمان والنذور. لا هاي معلش، خلنا بعيد بس سريعا. الآن احنا تكلمنا عن الأضحية، وتكلمت عن العقيقة، وتكلمت أساسا عن الهدي والفدي والأمور، لكن إذا تعطينا فكرة عنها أساس بعدين ناخذ السؤال ونشوف من أيهم أفضل، اللي هو الهدي. الهدي ذكرناه في بداية الكلام عن الحج. الهدي منه ما هو تطوع ومنه ما هو واجب. الواجب هو ما كان على المتمتع والقارن، وأما التطوع فيجوز للمتمتع والقارن زيادة على الشاة الواحدة أو على الهدي الواحد، ويجوز للمفرد، بل ويجوز للمعتمر، المعتمر ممكن أن يذبح هدي تطوعا، هذا بالنسبة للهدي. وأما الأضحية فالهدي منه ما هو واجب، والواجب منه أولى من الأضحية. الحين جاء سؤالك الظاهر، والأضحية اختلف فيها هل هي سنة أو واجب، ولكنهم يقولون سنة مؤكدة، وأما العقيقة فهم متفقون على أنها سنة وليست بواجب. السؤال اللي سألناه أمس عبر حساب تلفزيون قطر في تويتر كان يقول أي الذبائح التالية أوجب، هدي متمتع، الأضحية، أم العقيقة؟ الناس قال والله يسلمك 29% هدي التمتع، واللي قالوا 58% الأضحية و13% العقيقة، ما رأيك؟ هدي التمتع واجب، فالذين قالوا هدي التمتع مقدم، هي مقدمة سبحان الله مرتبة بحسب قوتها، فهدي التمتع هذا واجب، فلازم يكون هو الأساس. والأضحية سنة مؤكدة وشعيرة، كما أن الهدي هدي المتمتع أيضا شعيرة من الشعائر، والأضحية هي التي تلي هدي التمتع. فالجمهور هالمرة شوية ما كانوا ويانا. لا، الجمهور ما شاء الله يعني ما هم سهلين، يعني أخذ الأضحية لأن الأضحية شعيرة عظيمة لكل الناس، وأما الهدي المتمتع فهي للمتمتع فقط دون المفرد والقارن، ولذلك ذهبوا إلى الأضحية، يعني هم ما هم مخطئين إن شاء الله، لكن لو قدمت هدي التمتع يكون أحسن. زين، وكالعادة إحنا عندنا مشهد وعندنا إشكاليات في موضوع الهدي، راح نتعرف على الإشكالية هذه، وثم بعد ذلك الشيخ بيجي. أخبار سيارتك محمد؟ والله اليوم رحت الوكالة وديت السيارة، بنشوف. يلا عاد ما شاء الله عليك، يلا يومك عن سنة. أخرت والله الشيء عندهم. يا جماعة ما يصير هالكلام، يعني أنا سلمه الحين، إيش فيدي؟ صاير يا اخي، اسالوا قبل كل شيء. صارخ معصب، لا حول ولا قوه الا بالله. زين، بشوف خلاص، بشوف. الله يستر. يلا مع السلامه. يا عسى ما شاري اخوك، ايش فيك صاير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. صل على النبي، صل على النبي. واحد يعني والله وين طق براسه يا جماعه، هالعالم مستهتر.
والله العظيم استهتر. يعني سبحان الله ما يسألون إلا إذا طاح الفاس في الرأس. إي والله صدقت صدقت يا أبو محمد، هذا حالهم دائما ما يسألون إلا ما يطيح الفاس في الرأس. المشكلة مو في كذي، المشكلة يعني أغراض كبيرة يعني. إيه أغراض كبيرة. صح صح صدق ما شنو صدقتوا؟ إي وما إي هو يقول هو معصب، أنا معاه معاه. لا والله أكشن أكشن. هدي هدي خلينا نعرف سالفته يا أخي. إيش فيك أنت؟ بنعرف السالفة بس معد لازم معد. شوي هدي يا أبو عبد الرحمن. علي إيش فيك يا يبا إيش فيك؟ عسى ما شاف صل على النبي. طال عمرك هاي الرضيعة حاجة ويا زوجها متمتعين وجاء عليهم حظر من محظورات الإحرام، وفي يوم عرفة الزوج جاء عليه ولد من زوجته الثانية. زين الحين شو الموضوع؟ شو السالفة؟ اصبر عاد انت جايك جايك في الدور. المشكلة مو في كذي، المشكلة ان المفروض عليهم شاتين، شاه حق التمتع والشاه الثاني الله يسلمك عشان المحظور اللي سواه الزوج. طيب وبعدين؟ الله يسلمك الزوج ذبح ثلاث اشياء، شاه حق التمتع هو زوجته، والشاه الثاني حق المحظور اللي سواه الزوج. زين والشاه الثالثه؟ الشاه الثالثه عقيقه حق الولد راح عزم ربعه الشيخ. اها يعني رفيجنا مسوي ثلاث اشياء غلط. ثلاث اشياء؟ انا كنت مفكر انه باقي اللي هو دم التمتع مال زوجته. هذه واحد من الاشياء. زين والشيء الثاني؟ الشيء الثاني قبل لا اقوله بسالكم، الزوج وينه الحين؟ رجع موجود الحين الله يسلمك، رجع من الحج. يلا هذه شيء رابع. وشو بعد؟ وشو الرابع بعد؟ انا اقول لكم اول شيء العقيقه ما تكون قبل اليوم السابع. انزين والشيء الثاني؟ الثاني ان الفدي مش الهدي، الفدي اللي ذبحه علشان المحظور لازم لا ياكله ولا اي حد من ربعه، هذه بس حق فقراء مكه. زين والشيء الثالث؟ الشيء الثالث انه اخر دم التمتع حق زوجته. انزين والرابع؟ الرابع ان الهدي لازم يكون في مكه والحبيب رجع بلاده. زين والحل؟ الحل الله يسلمك انه يوكل واحد في مكه انه يذبح الفدي ويوزعه، ويذبح الهدي ويوزعه، ويذبح عقيقة ثانية حق ولده في اليوم السابع من ميلاده. إنزين والعقيقة يعني لازم لازم في اليوم السابع؟ والله اللي أعرف إنه من السنة في اليوم السابع. أما إذا قبل يعني ذبح كفى ما كفى هالشيء لازم نسأل عنه. إيه وأنا بصراحة عندي شغل لأنكم عطلتوني. مع السلامة. زين يا أخي ما عطانا يا أبو محمد. كله من اختك والله من اختك هاي وهدتنا نفستنا خلتنا كل واحد يفتي من صوب ما يندر هذا الكلام اللي قلناه صح ولا لا. اي والله حمى ندري. ها حرق تليفوني بعد. اليوم اخونا علي المالك يعني افتى ووضع النقاط على الحروف. هل هذه هذا الكلام اللي قاله صحيح ولا كلام عليه كلام ممتاز 100%؟ خلاص ما يحتاج. لا لا, لا بقول لك احنا شرحنا هذا سابقا. انا اعرف ان الوقت عندك ضيق لكن خلني اكرر عليها. هو قال انه عزم على الفدي يعني سوى وليمه للفدي المحظور حق المحظور، وهذا خطا. عليه أن يوزعها على فقراء الحرم. جميل. فهذا الخطأ الذي ارتكبه، ومن الخطأ الذي ارتكبه أيضا أنه أخر دم التمتع عن أيام التشريق، وكان عليه أن يذبح في حق زوجته. ومن الخطأ الآخر في الحرم أنه رجع إلى بلده وهو لازم يعني يكون هذا في الحرم أيضا. والخطأ الرابع ظهر حق الطفل اللي هو الحقيقة أسبوع. أنه ذبح قبل اليوم السابع، وهذا مثل ما ذكرت لك في خلاف بين العلماء، يعني قيل جائز وقيل ليس بجائز. نعم نعم. زين احنا عادة يعني لما نروح الحج ندفع كوبون حق جهة معينة هم يتوكلون يعني وكلهم بالفدي أو الهدي. المفترض أن هذه الجهات التي خولت الدولة أنها جهات موثوقة موثوقة وأنها ستفعل ما يعني ما أفتي لها بأنه صواب إن شاء الله. إن شاء الله. زين عندنا أسئلة سريعا كذا، اللي هو متمتع لم يذبح الهدي حتى رجع إلى بلده فذبحه في بلده فما الحكم؟ هل يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. لا يجزئ، لابد أن يذبح في مكة أو إذا لم يجده يصوم 10 أيام. هل يجوز المعتمر أن يذبح هديا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم قلنا يتطوع به وذكرتها قبل فاصل. نعم.
تصدق بثمن الهدي على فقراء الحرم، فما الحكم؟ هل يجزئ ذلك ولا يجزئ؟ لا ما يجزئ، لازم الهدي لا بد منه. إخوان متأهلان يسكنان معا ونفقتهما مستقلة، فهل لهما الاشتراك في أضحية واحدة؟ يجوز لهما أو لا يجوز؟ لا ما يجوز لهما، الأضحية إنما تكفي الشخص الواحد مالكها وأهل بيته. أنا جاء في بالي السؤال، الواحد اللي متزوج ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني هل بيضحي عن أربع عوائل كذا؟ تكفي واحد، أضحية واحد، ولو ضحى بأكثر يعني أحسن. وهنا أيضا في بلد غربي، إذا جاء العيد ذهب للجزار واشترى الأضحية مذبوحة، فما الحكم؟ تعتبر أضحية ولا تعتبر؟ لا تعتبر أضحية، لأنه اشترط في الأضحية، قلنا أنها قربة اشترط فيها النية عند الذبح. هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية ككتفها مثلا؟ لا ما يجوز، ذكرنا هذا. كأجرة، أجرة، لكن إذا بيعطيه كصدقة وأجرته محفوظة ما بيشكلي. إذا اجتمعت أضحية وعقيقة ولا يستطيع شراء الاثنين، فأيهما يعني يقدم الأضحية؟ الأضحية. وقد يقال أنها تقدم العقيقة لأنها تحصل مرة واحدة في العمر والأضحية تتكرر. هل تجزئ شاة واحدة عن الغلام؟ تجزئ ولا لا تجزئ؟ تجزئ. تجزئ. زين، احنا يعني عندنا ايضا السؤال، سؤال الاستفتاء اليوم غد، خلينا نخلصه. السؤال يقول في، تجدون هذا السؤال في حساب تويتر لتلفزيون قطر، هل تجوز زكاة الفطر نقودا؟ تجوز ولا لا تجوز؟ هاي عاد اشكاليه، ان شاء الله راح يحلها الشيخ عشان نشوف الجمهور ايش بيسوون. ان شاء الله ان شاء الله غدا باذن الله. شيخنا الليله ليله 27 حسب علمنا، يعني ان هي اكد الايام ممكن تكون ليله القدر، ف هل هذا الكلام صحيح وكيف نحيي هذه الليلة؟ أولا ليلة القدر سميت ليلة القدر لشرفها، لأنها ليلة شريفة، الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن يعني لعظمة هذه الليلة نزل القرآن في هذه الليلة، فقيل إن أول نزوله كان في هذه الليلة في رمضان، وقيل إنه نزل من يعني إلى بيت العزة كاملا في ليلة القدر، ثم بدأ نزوله أيضا في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة تكتب الأقدار، أقدار السنوية، ويعني تقسم الأرزاق إلى آخره. والعلماء أولا قدر هذه الليلة أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف شهر عمل في إذا قضاه الإنسان في عمل صالح. ففي ليلة واحدة لو قام أو يعني عمل أعمالا صالحة يكتب كأنه عمل هذا العمل لمدة ألف شهر، وهي 83 سنة، وهذا يتكرر كل سنة، وهذا من كرم الله لهذه الأمة، فإن ليلة القدر تخص هذه الأمة دون سائر الأمم، لأن قيل في سببها أن رجلا عبد الله ألف شهر فبلغ ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية لما تعجبوا من عبادته، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل حتى من 83 سنة. والأجدى في ليلة القدر هو القيام، أن يقوم الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من الأعمال الدعاء، من أهم الأعمال الدعاء، ولذلك لما قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرفت ليلة القدر ماذا أفعل، فقال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ومن غرائب ما يذكره العلماء في ليلة القدر أنهم يستحبون كتمانها إذا علمها الشخص، إذا علمت أن ليلة القدر يقولون يستحب كتمانه، وهني ما يصدقون على طول ينشرون يرسلون من الليلة ليلة القدر. طبعا استحباب كتمانه هذه سبب، وهو أن هذه فضيلة خصك الله بها، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبر الناس بها لا فعل. والشيء الثاني حتى يكون يعني النعمة عليك مستورة. أعلم في هذا الشيء، هذا يعني العلم بها بأمارات، لأنها ليلة بلجة كما في الحديث في مسند أحمد، وسلام هي حتى مطلع الفجر، يعني فيها لا يكون فيها الأذى. ويقال أن سلام هي تسليم الملائكة، أن الملائكة يسلمون على الناس سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني من الناس من يشعر أنها ليلة القدر. ثم هناك علامة بينة وهي في يومها التالي أن الشمس تخرج
يعني صافية، لكن هذه العلامة قد يختلف فيها الناس ويقولون اليوم كذا وبعضهم يقول كذا. لكن من الناس من يطلع على ليلة القدر إما برؤية رؤية يراها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، ولذلك يقول بعض الصحابة يحلف أبي بن كعب ويحلف أنها ليلة 27 لهذه الليلة، وأكثر العالم الإسلامي يظنون أنها ليلة 27 وهي في الحقيقة تتنقل. فمرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة 21 في الصحيح، ومرة ثبتت أنها 23، وأيضا ورد أنها 25، ورد أنها، فهذا يدل على أنها تتنقل بين الأوتار. ولذلك يقول في النظم والقدر يرجى ليلة من عشر أواخر آكدها في وتري وأحرف السابع والعشرين، فادعوا بوارد ولي أمينة، ادعوا بالوارد وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولي يا صاحب النظم وأنا قلت آمين آمين. ونحن نحن نتوجه لإخواننا المشاهدين أن لا ينسوا أنفسهم ومن يعز عليهم بالدعاء، ولا ينسونا من دعائهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ليلة 27 ففرصة الواحد يعني يقول مسايد إذا ما فيها مثلا ما فيها قيام تقدر تقيم في بيتك وتقدر يعني يعني إن شاء الله يعني وتجمع أهلك يصلون نعم معك نعم. ولا ينبغي ترك الليالي الأخرى أيه. إذا راحت هذه الليلة ما تترك هي 10 ليالي نعم. عليك أن تستغلها كلها نعم. بارك الله نعم. فيكم، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.